فكنا مستمعي راديو أنا لكم كل السلام بمناسبة يوم السلام العالمي. مثلما يحلم الجميع بوطن خال من الحرب، خال من التفجيرات والاغتيالات والطيران، خال من العنف، خال من الاعتقالات، نتمنى لكل العالم أن يكون سعيدا في هذا اليوم، ولو أن هذا المنال بعيد بعض الشيء. لا لهذا الوطن كل التحية، وأيضا التحية للشعوب التي تناضل لنيل كرامتها، وكل سلامة لهذه الشعوب. مساء كريم على الجميع، وهذه حلقة جديدة من مع الناس، وكما عودناكم زملائي عبد وأحمد وأيهم وعلا وأنا سلمى في هذا البرنامج أن يكون حواريا ميدانيا ثقافيا اجتماعيا اقتصاديا وكما تريدون اليوم سياسيا. تابعونا وهذا رابط البث المباشر www.anaradio.org/radio، وأيضا تتابعونا أيضا على التيفي على مدار الراديو أفقي على النايل والنورسات على 11177. أيضا مستمعينا فيكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وعلى تويتر، ولو أردتوا تدخلوا معنا في أي لحظة فيكم تدخلوا وتعرضوا رأيكم بكل واقعية وصراحة على الهواء على حساب سكايب راديو أنا إسواي. شعبيون، نحن نحاول أن نوصل صوتكم لكل العالم، مواطنين وأفراد وهيئات، ولأننا نحن كمان مواطنين نحاول أن نوصل صوتكم لكل الجهات المعنية وننقل صوتها لكم. كما عودتكم في كل حلقة أن يكون لدي ضيوف يناقشون الموضوع بطريقة أقرب إليكم، طريقة الحوار ربما وطريقة السؤال والجواب ربما. في هذه الحلقة طبعا يكون لدي ضيوف، ربما يكون ضيفي الأول هو السيد زكريا الصقال الكاتب وعضو الائتلاف السوري وأيضا الناشط الإعلامي والميداني من داخل سوريا حسن تقدين، وأيضا القائد الميداني في الجيش الحر العميد مناع الرحال، والدكتور محمد وجيه جمعة نائب رياض حجاب رئيس التجمع الوطني الحر للعاملين في الدولة، وأيضا السيد رياض درار المعارض السوري والباحث في الدراسات الاستراتيجية. عودة إلى يوم السلام العالمي، وتمنياتنا لكل العالم بالسلام وللوطن السوري بشكل خاص. يوم مليء بالأمل، مليء بالتفاؤل، وأيضا خالي من الانفجارات، رغم أن هذا الأمل ربما يكون بعيد، لكنهم يقولون لا شيء مستحيل على الشعوب. بالشعوب تقهر الإرادات وتصنع إرادات جديدة. نتمنى أن تكون الإرادة السورية في السلام هي الأقوى والأعم والأشمل. كما قلت لكم مستمعينا، تم توجيه نداء من قبل هيئة التنسيق الوطنية لكل أطياف المعارضة السورية، ربما كان من أبرزها الائتلاف السوري المعارض وقبله المجلس الوطني. أيضا تم توجيه هذه الدعوة لعقد لقاء تشاوري أو لضم كافة أطياف المعارضة من أجل الخروج بالأزمة السورية إلى النور. سنرى ما رأي السيد زكريا الصقال الكاتب وعضو الائتلاف السوري. مساء الخير. يعطيك العافية. أهلا، أهلا بك سيد زكريا، ولكن أين أضحى المعارضة وأين أضحى الشعب السوري؟ يعني خليني أقول كتير مهم، مو بس مهم، يعني شيء أخلاقي إذا بدك، وينمي عن وعي أن نقف بعد 3.5 سنوات من الدمار والسحق والتشريد اللي عم بيعمل البلد، والأخطر أنه إلى أين آلت أحلام الشعب السوري بعد أن تفجر من أجل، خليني أقول، شغلة كتير مهمة بحياة الشعوب، شيء اسمه الحرية والكرامة. شعب يريد أن يستعيد حريته وكرامة. نحن حاليا بنشوف كتير شيء خطير كارثي، أن يكون هناك حلفا دوليا يعني تحت شعار القضاء على الإرهاب وداعش والقاعدة والمتطرفين، وأن لا يكون للسوريين قرار بما لا يحاك لبلدهم الواقع بالمستقبل إلى أين. سؤال كتير خطير ومهم على المعارضة هاي، يعني بغض النظر الواحد اللي شايف كتير من الأمراض، أنه أن تتحسس أنه هناك خطر حقيقي صار بيصيب، خلينا نقول، مستقبل المنطقة وسوريا بالقلب منها. يعني لما بنطرح أنه حاليا حلف دولي يريد أن يقاوم الإرهاب، هل هو يعني هذا الحلف جاد؟ ماذا يرى السوريين بهذا الحلف؟ ماذا يقوله يعني الأمريكان ولا التحالف هذا؟ كيف سيقاومون؟ عندما تترك الأسباب الحقيقية يعني توليد، خليني أقول، وتشكيل حاضنة للإرهاب،
فأنا برأيي هناك دجل حقيقي، يعني تزييف للوقائع. النظام مسؤول مسؤولية مباشرة عن العنف تاريخيا ومن بداية الحراك. من بداية الحراك النظام لا يمتلك من ملف، من استحقاق، خليني من رد على استحقاق تاريخي، إلا أن يجر الشعب السوري لحرب أهلية، حرب تنبش أحقاد تستعيد التاريخ. بمعنى آخر يقسم المجتمع السوري إلى طوائف، وبعد ما خربوا العراق يعني كمان، يعني العراق الذي بيعيش نفس الأزمة. ماذا يقول الأمريكان حاليا، خليني أقول كرأس حرب لمحاربة الإرهاب، أنه هناك إرهاب يجب مقاومته، نستدعي حلفا دوليا خارج مجلس الأمن، هذا الحرب ستطول، ستأخذ شكل مقاومة الإرهاب باليمن. هذا الكل الحكي عن سوريا، يستثنى النظام من المعادلة يعني، ويقال عنه أنه شريك بالإرهاب، ولكن يعني ما بيحطوه كمسبب، كمصدر أساسي، كنزعه أحد الخطوات الأساسية للقضاء على الإرهاب. وبنفس الوقت يبحثون عن معارضة معتدلة، وكأنه ليس هناك معارضة. يعني هذا بدل ما بقوله ندعم المعارضة المعتدلة. سين مين المعارضة المعتدلة؟ شو مواصفاتها؟ أليس الشعب السوري وقواه، خلينا بغض النظر عما تتحمل هذه القوة من أخطاء وأمراض وعقد ودنيا، إنما كان يرفع بعض المهام يعني التي لا تبنى جنيف، هيئة التنسيق تاريخيا على كل أمراضها وكل خلينا نقول شيخوختها، عدم تفاعلها، انفضاض الشعب عنها. ولكنه يعني ما فيني أقول إنه ما هي أحزاب تقليدية تاريخية موجودة فاتت السجون إلى آخره. في قوى، لو كان هناك إرادة دولية، أنا برأيي الإرادة الدولية يجب أن تتمركز لجمع السوريين. يعني فقط سيد زكريا، يعني أنت تضع اللوم على الإرادة الدولية؟ يعني إذا كان فعلا إلى هذا الحد، يعني أين المعارضة الخارجية الآن؟ يعني هي بمنأى عن النظام. أنا ابتدأت أقول أنه بعد 3 سنوات يجب أن تكون هناك صحوة، وقف الضمير أمام كل الكوارث، وهذا الحكي موجه تماما للمعارضة. ما فيني أنا أسمي معارضة داخلية ومعارضة خارجية، أين المعارضة الداخلية هي؟ شو هي هاي المعارضة الداخلية؟ يعني أنا في واحد يقول لي أنا ماني ابن الداخل، أنا إلي بالداخل أكثر من هيئة التنسيق، منيح حتى إذا بدك، وأكثر من تيار بناء الدولة. أنا ما فيني أفصل القصة، قصة وعي الواقع وإدارة صراعه هو الذي يحدد انتمائك للوطن. مين اللي بيقدر يقول انه يعني انه والله في فلان احسن من فلان؟ انا اقول هناك حاله تتحمل المعارضه بخضها وقضيضها، واذا بدك ما يسمى الداخل هذول معارضه هيئه التنسيق، هذول عفسوا كثيرا، والاخرين اذا بدك جابوا الدبل الكرم اللي راحوا على الخارج، يعني معارضه كثير مهلهله. لكن اين الحل؟ الحل هلا، الحل انا بقول على السوريين، على الوطنيين بكل هذه الحواضن، انا ما عم بقول على المعارضات، بحكي مع وطنيين الذين بلشوا ان يعني يستشعروا خطرا ما، او اذا استشعروا خطرا ما، ان يتنادوا للقاء وطنيا عريضا يكون الوطن حاضرا فيه بوحدته الجغرافيه والاجتماعيه والسياسيه ومستقبله. نعم سيد زكريا، بدون هذا التداعي. سيد زكريا يقول، تفضلي معك. الو أنا معك، سامعك أنا. نعم سيد زكريا، كان يعني صوتك لا يصل لنا، أكمل فكرتك لو سمحت. أنا أقول بدون التداعي للوطنيين ضمن كل الأطر والحواضن الموجودة حاليا على خراب، أن يكون هناك لقاء وطنيا يشمل قوى الحراك المدني والسلمي والمثقفين والعلماء والشيوخ والكتاب والقوى العسكرية الوطنية المرتسقة على أرضية، أن هناك استحقاقا تاريخيا يجب أن يخص وطننا، يجب أن نكون موجودين على أرضية وحدة سوريا السياسية والاجتماعية والجغرافية، وأن تكون مستقبل سوريا كحاضنة للدولة الديمقراطية، الدولة التي لا تنحاز لا لعرق ولا لدين ولا لمؤسسة، الدولة التي تقسم نفسها على الوطن. وهون بيكون مفهوم المواطنة، يجب إعادة الاعتبار لمفهوم المواطنة كمفهوم حديث يعني يبني الدول ويرتقي فيها حتى تصبح العدالة والمساواة. هذا كله بده توثيق بعقد اجتماعي يقرر أن السوريين يريدون تقرير شؤون مصيرهم ويقوم. ولكن من سيقوم بهذا العقد الاجتماعي؟ أنا برأيي شوفي، كل مقدمات العقد الاجتماعي حكى عنها كثيرا، الناقص دائما الخلل، لم يكن الخلل بالكثير بالأفكار اللي طرحوها المثقفين، الخلل بالإرادة،
بالتشويه، بالأنا، بالأمراض، بالعقد اللي برزت على الساحة. الكل يدعي وكأنه هو يمتلك الحقيقة وغير ما بيمتلك الحقيقة. أنا برأيي علينا أن ننتمي للوطن وأن نجسد علاقات حقيقية. ما بس يعني الائتلاف القوى الوطنية، شو يعني بيميزه؟ هيئة التنسيق الوطني، ليست هناك من ضوابط، وليست هناك من مؤسسات قادة على المحاسبة، وليس هناك متابعة، وليس هناك جدول للإنتاجية. فهمت علي كيف بالحراك؟ مين اللي قادر يقول لي إنه هو بعد 3 سنوات ونص كتنظيم شو اللي خسر وشو ربح ووين وقف وشو هذا، وكيف علاقته مع الآخر؟ مع الآخر مين؟ اللي هو أصحاب المصلحة الأساسية اللي هو الشعب السوري. هذا كتير مفقود من هون. أي يعني بدون وقفة حقيقية لتقييم 3 سنوات ونص وتحديد الخطر الداهم، خليني أسميه، ووضع حلول. هذه الحلول يجب أن تكون جد فيها بناء مؤسسة وطنية، مؤسسة بمعنى قادرة على المحاسبة، وقادرة على الوقوف، وقادرة على النقد، وقادرة على الانتماء والتطوير. ولكن البعض يتهم المعارضتين الداخلية والخارجية، هكذا كان التوصيف الإعلامي لهما، بأنهما صادرا يعني حرية أو ما قام به الشباب السوري متمثلا ربما بالحراك الثوري الشعبي الشوارعي الذي بدأ منذ بدايات الثورة. خلينا نشوف رأي السيد حسان تقدي الناشط الإعلامي والميداني. مساء الخير حسان. حسان، اليوم يعني الناشط الإعلامي وأيضا الناشط الميداني والشارع السوري بشكل عام معني بالقرار يعني بشكل خاص، هو أيضا يجب أن يكون صاحب القرار، ولكن يعني ما يراه المحللون بأن الشعب السوري تماما غائب عن الساحة السياسية لصالح المعارضة بكل أطيافها. نعم سيدتي، في البداية يعني أريد أن أوجه سؤال يعني هو مهم للغاية. هل الائتلاف الوطني أو التكوينات السياسية في الخارج سوريا هل هي على تواصل تام مع الشعب السوري، أو على تواصل من أجل تحقيق إرادات الشعب السوري ومحاولة يعني إخراج الشعب السوري من هذا الألم الذي يعانيه الشعب؟ يعني لو اتفقنا على أنهم يعني متواصلين مع الداخل السوري من أجل يعني الخروج من أزمات الحصار التي تواجهها المحافظات السورية، ماذا قدمت المعارضة السياسية من أجل يعني الشعب في الداخل، أو ماذا قدمت الوحدات السياسية خارج سوريا من أجل أيضا الجيش الحر وكتائب الثوار، من أجل التوحد وعمليات التوحد، ومن أجل الوصول ودعم هذا الجيش الحر لمقاومة نظام بشار الأسد والوصول إلى العاصمة دمشق من أجل معارك التحرير؟ حتى الآن لم تردني أي معلومات، لا ليس لي أو لأي ناشط آخر، عن دعم لكتائب الثوار من أجل يعني الوصول إلى مرحلة مفصلية في قتال بشار الأسد وجنوده. أيضا يعني حتى على المستوى الإغاثي، على المستوى الإعلامي، أيضا يعني المعارضة الخارجية بصراحة منفصلة تماما عن الواقع بالداخل. لماذا حسان هي منفصلة عن الواقع؟ ربما هذا السؤال لو يوجه للمعارضة الخارجية لا يعني سأوجه على كل حال سأوجه سأوجه هذا السؤال لاحقا، ولكن أريد أنا منك إجابة منك أنت حسان. نعم سيدتي، يعني نحن كمعارضة داخلية أو كناشطين من الداخل سواء إعلاميين أو إغاثيين أو حتى كمقاتلين في الجيش الحر وكتائب الثوار، جميعنا يعلم أن على استعداد تام للتواصل مع أي شخص من المعارضة، وبالعكس تماما يعني نحن نود أن تحس هذه المعارضة بالشعب السوري. حينما يعلن مثلا على سبيل المثال، حينما يعلن كتائب الثوار بالداخل عن رفض التدخل الغربي أو الأمريكي بالداخل السوري من أجل مثلا ضرب داعش، وبالعكس المطالبة لدعم الثوار ليقوموا الثوار هم يعني محاربة داعش، على يعني الوحدات السياسية في الخارج دعم هذا القرار الثوري من الداخل، ويعني المحاولة بكل ما استطاعوا من قوة. يعني ألا تعتقدون يا حسان، ألا تعتقدون بأنكم تحملون المسؤولية الأكبر، خصوصا أنتم أول من اعترف بالمعارضة الخارجية اليوم تستنكرون عملها؟ يعني ألا ترى في ذلك يعني بعد شاسع عن الحقيقة أو ربما انقلاب؟
سيدتي، ليس الموضوع موضوع انقلاب أو أننا اعترفنا والآن ننقض الاعتراف، نحن لا ننقض الاعتراف، ولكن نريد من المعارضة التي تمثلنا بالخارج أن تكون أهل لهذه المسؤولية التي حملتها. أنا كناشط من الداخل أتعرض لقصف يومي أو لخطر الطيران الحربي وما إلى ذلك، والكثير من أبناء بلدي مثلي، والكثير يعاني من الحصار والجوع المستمر. أنا أريد أن أتساءل، هل قامت المعارضة الخارجية بالفعل من أجل نصرتي أنا كمواطن سوري بالداخل أعيش حالة الحصار والجوع؟ هذا ما أود أن أعرفه عن المعارضة الخارجية. يعني ماذا تريد من المعارضة الخارجية أن تفعل؟ ماذا تريد من الائتلاف إذا كان كل العالم يعرف أن هذه المعارضة يتيمة وأن لا يد يعني لها في أي شيء؟ بالعكس، كل الأمور تفرض عليها من الخارج. إذا كان التمويل من الخارج، فماذا تريدهم أن يفعلون؟ سيدتي، على الأقل الدعم بالموقف. يعني حينما أنا ضربت لك مثال الموقف مثلا من الضربة الأمريكية أو الضربة الغربية، لو وقف الاتحاد الائتلاف مع كتائب الثوار في موقف واحد وصدر عن السوريين موقف واحد بالنسبة لهذا الأمر، وكذلك بالنسبة لأمور عديدة في المستقبل، لكان يعني هذا بادر التوحد بين الموقف السياسي المشكل للمعارضة الخارجية وبين الموقف الحقيقي لكتائب الثوار في الداخل. نعم سيد حسان، سأنتقل بالسؤال إلى السيد زكريا الصقال. يعني كنت تسمع تماما ما يقوله حسان، يعني فقط يتساءل مراقب إلى متى هذا الانفصال يعني بين المعارضة وبين الداخل، متمثلا بالكتائب المقاتلة على الأرض، متمثلا بالنشطاء السوريين، متمثلا بالشعب السوري مثل ما بتقول حضرتك. إذا بدك يعني إلى متى سيكون هذا الانفصال؟ اليوم نحن على أعتاب السنة الرابعة من القتل والدمار والتشريد واللجوء، إلى متى سوف تبقى المعارضة بهذا الشكل منفصلة تماما عن الواقع السوري كما يتهمها ناشطون؟ يعطيك العافية ويعطي العافية علينا أخي حسان. أخي حسان، في بالأساس يعني أنت عم تأخذ الموضوع بالنتائج اللي أدت لهذا. هي بالمقدمات هذه المعارضة مهزومة، خلينا نتفق أول شيء على مسلمات حقيقية. معارضة مهزومة، شو يعني مهزومة؟ يعني بمعنى كل الأسئلة المطروحة بالواقع السوري قبل الثورة وأبان الثورة ما كان عندها إجابات عليها، ما عندها إجابات. يعني مفهوم الدولة، مفهوم المواطنة، مفهوم الشعب، مفهوم الدستور، مفهوم الحقوق، هي اجترت الأحداث كلها. وإذا بدك كانت عاجزة وقاصرة وكانت مختلفة، ناس بدهم الخارج قبل ما يحصل ثورة إذا بدك، وفي ناس إصلاحيين عاجزين متهتكين، فهمت عليك؟ هذا لما فزت الثورة أنت بتعرف في ناس لفوا حول النظام، لا للحرب لا للعنف لا للسلميه، وراحت الناس للخارج. تركوكم أنتم حاليا الذين يعني صيحاتكم هي طعنات عنا، فهمت عليك؟ تواجهون مصير نظام لا لم تسأل المعارضة شو هي الملفات اللي بتمشي النظام، شو هي الأوراق اللي بدي واجهكم فيها، لم تحصنكم إنه شو الحفر اللي ممكن يحطها النظام. لذلك انجرت المعارضة إذا بدك لمعركة على أرضية النظام كما يريدها النظام. اللي هون بدنا نيجي ندخل بالأخير الواقع وجيش الحر والدنيا السياسي أولا، ثم تأتي ما يسمى تحصين السياسة، مراكز القوة لتحصين برنامج السياسة. السياسة كانت مفقودة، غائبة، مختلف عليها الأنا، العقد، الأمراض هي اللي ظهرت، وما بدي أحكي لك بالأسماء، أنت بتعرفون أكثر مني. هلا نحن بدنا نرجع للسياسة. يجب أن تكون من أول ما فز الشعب السوري بده حرية وكرامة. هلا هاي الحرية والكرامة مو شغلة هيك بتنزت، يعني بده برنامج على الأرض يقود، يعني ينتزع من الطغاة ويبعدهم ويسحقهم ويسقطهم اللي بدك اياه، وينتزع حرية وكرامة. اذا بده برنامج، ثقافة، وعي، إدارة، تنظيم، علاقات تقود هذا الانتصار، تقود هذا الزحف اللي بنسميه الشعبي، فهمت علي؟ لذلك في انفصال من البداية بين واقعكم انتم اللي فزيتوا من مثل ما بيقولوا من عطش التاريخ، تريدون مستقبل واضح، مستقبل فيه كرامة فيه الى اخره، وبين معارضة تمتلك عقدها. اديرت المعركه بطريقه خطا. انت لحد الان عم تحكي لي عن حل عسكري مثلا، او بمعنى تتجسد حلا عسكريا، وين السياسي؟ كلمه اسقاط نظام ليست كلمه يعني انه والله الشعب يريد اسقاط النظام، كثير جميله ولها وقع موسيقي، ولكن اسقاط النظام بده ميزان قوى، ميزان القوى بده مثل ما بيقولوا برنامج. البرنامج هو
وعي بمعنى مفاهيم، ليش بدي اسقط النظام وشو بدي بعده، شو المراحل اللي بدي اتطلبها لاسقاط النظام والى اين اصل. هذا بده وعي وبده ادوات، ادوات اللي هي انا باعتباري اذا افترضت حالي يعني مغرطك كثير بحمل لي شويه وعي، وانت اجي انا وياك بدنا هذا، وانت بتقدر تحاسبني وانا حاسبك. هذه الجدليه، هذه المعادله للصراع كانت مفقوده، انت بتعرف انها كانت مفقوده. لذلك ما بدي ارجع اقول نحن حاليا نفوت بمتاهه، وحمل المعارضه من هذا المنبر مسؤوليه كامله، حتى الائتلاف، حتى الائتلاف، شو مين الائتلاف على راس ريشه اذا بدك كل المعارضه مأزومه. انا بالائتلاف انا مأزوم، انا لحد الان اطالب انه باعاده الثوره لمربعها الاول لاصحاب المصلحه الاساسيه فيها اللي هو زميلي هلا اللي عم بيحاول انه واحد منهم. كيف بده يصير؟ بده يصير بلقاء وطني بضم الناشطين الحراك، بضم الاعلاميين، بضم المفكرين، بضم الشيوخ العلماء، تعالوا الى هنا لنقرا ماذا يخطط العالم لنا. يجب اعاده اللغه والخطاب يا صديقي. يعني انت عندك وطن، هلا معقوله كثير انه يجي واحد بيحكي بدوله، بيجي واحد بيقول لك دوله، الدوله اللي هي فوق الدين وفوق العرق وفوق الطائفه وفوق كل شيء، بيجي واحد بيقول لك بدي دوله اسلاميه، ثق تماما لما بيقول دوله اسلاميه في عندك 40% ما بدهم، هذا خلل. فهمت علي؟ بدي دوله توزع حالها على كل هذا الوطن. هلا هذا المفهوم، يعني معلش سيد زكريا صقال، تريد دوله، مفهوم الدوله حتى الان لم يعرف في قاموس الائتلاف الوطني ولا بالمعارضه. يعني ما موقع المواطن السوري؟ خليني اقول لك، انت زكريا الصقال ولا انت حسان تق الدين، ما موقعكم في سوريا؟ يعني من انتم؟ كيف يعرف المواطن؟ يعني هذا لم، يعني الكثير يقول بان المعارضه السوريه يعني فشلت بشكل كبير في تعريف المواطن السوري. حتى المواطن، فهمت عليك؟ يعني مفاهيم، هي منظومه المفاهيم اللي نحن بنرددها يوميا، ما هي يعني تعبيرات تفكيكها على الشعب. هلا لما منين يجي بنقول الشعب وبيطلع لي 20 شعب بسوريا، فهمت عليكي؟ لا، في خلينا أقول تشكيلات خلينا عرقية وقومية بسوريا، ولكنها شعب سوري، هذا يجب الاتفاق عليه. يعني فهمت، في شيء كثير من القضايا للأمانة لا المثقف السوري كله انهرطقوا ولا المعارض السوري وضعت فكفكة بنا تقودها. هلا أوكي، كثير من الشغلات اللي الناس فيه القوميين بدهم وحدة، هاي كلها مفاهيم بدي صففها على جنب بحالة اللحظة الثورية، وبدي سوريا بشعبها. ثم انتقل هلا هاي الجدل حول الوحدة وحول القومية، هذا ممكن يجي بحالات انه اول اشي نصل لسوريا التي يعني تضلل كل مواطنيها، ثم بيجي واحد بيقول لي خيو الاسلام كثير مهم، بقول له على راسي لسنا ضد الاسلام، وانا واحد خلينا اقول من هذه الهوية التي تشكلت تاريخيا، ولكن تعال نتناقش فيها. انت حابب عندك نموذج ببناء الدولة بنسمعه، تفضل شكل حزبك السياسي ضمن اطار الدولة ولكن على تداول. هاي مفاهيم كثير كان بدها جدل حقيقي. هلا اكيد ما كان لازم تكون، بس كان لازم تاتي خطوات واحده بتحصين الشعب. هلا اللغه والثقافه السائده بتساوي دوله؟ هلا هذا اللغه والثقافه اذا ترافقت مع حل عسكري. نعم، اذا ترافقت مع حل عسكري بمعنى عندي حرب اهليه طائفيه. شو المطلوب حاليا؟ المطلوب حاليا برنامج وطني يسعى لفرضه على العالم أن السوريين يجتمعون على مرحلة انتقالية تقودها حكومة انتقالية. نعم. متوافقة على الوطن، ما بيكون فيها الاستبداد ولا رأس النظام، حفاظا على دم الشهداء، بتحاسب المجرمين، تسعى لإلغاء العنف، وقفه، إفراج على المعتقلين، تقديم الغذاء والدواء، ثم دستور يحدد الحقوق والواجبات لكل السوريين، ثم انتخابات برلمانية حتى نعيد. هل على كل حال ما أدري إن كان إمكانية حصول ما تقوله سيد زكريا في هذا الوقت الذي يعني بلغ العنف ما بلغ، وخصوصا بعد ظهور تنظيم الدولة الإسلامية. سأرى رأي حسان تقدم في هذا الموضوع، هل فعلا نحن نستطيع كسوريين أن نقوم ببناء دولة طالما حلم بها السوريين الذين قاموا منذ البداية ضد النظام السوري للمطالبة بدولة ديمقراطية وبإطلاق الحريات العامة وإلى آخره؟ سيدتي، لأكون واضح جدا، يعني أنا أتفق على بعض من الكلام الذي ذكره الأستاذ زكريا، ولكن هناك بعض النقاط يعني لا يجب أن تغيب عن الأذهان. أولا، سوريا تعيش حالة حرب الآن، ليست مستقرة، لا، ليس هناك مجال لإقامة دولة حريات وعدالة وما إلى ذلك حتى يتم إسقاط نظام الأسد بالبداية. هذا الهدف الأول. أنا لما بكون عم أحكي عن هدف، أنا هدفي الأول وهدف الثوار بالداخل هو إسقاط نظام الأسد.
لكن المعارضة الخارجية أو السياسية عليها أن تدعم هذا المشروع من أجل الوصول إلى إقامة الدولة، دولة الحريات والكرامة المنشودة. هذا أصل. الأمر الآخر، أنا أريد أن أتساءل، يعني أنا حينما يعني تساءلت عن مفهوم المواطن الآن، من هو مثلا حسان تقي الدين ومن هو الأستاذ زكريا السقال بالنسبة للمجتمع السوري؟ يعني نحن الآن مجرد أدوات لنقل الواقع السوري. أنا لي دور إعلامي لأنقل يعني وجع هذا الشعب والمعارك التي تحدث على جبهات العاصمة دمشق وعلى جبهات الغوطة الشرقية وما إلى ذلك. الأستاذ زكريا السقال من موقعه في الائتلاف عليه أن يحرك الدفة السياسية من أجل مصلحة الشعب السوري ومن أجل أيضا دعم الثوار بالداخل ليتمكنوا من الوصول إلى الهدف المنشود. كما ذكرت وأريد أن أؤكد على هذه الفكرة، لا يمكن إقامة دولة الآن بهذا الحال. الآن هي مرحلة حرب يعيشها الشعب السوري على المجتمع الدولي وعلى المعارضة السياسية السورية وعلى أيضا جميع السياسيين في الخارج، دعم الثوار للوصول إلى إسقاط النظام الذي هو هدف المواطنين السوريين الذين قاموا بهذه الثورة. يعني بدون إسقاط النظام لن تتوصل الدولة السورية إلى حالة الاستقرار التي يتم فيها بناء الدولة، يتم فيها الانتخابات البرلمانية بغض النظر عن شكل الدولة. يا صديقي حسان خليني قاطعك. إسقاط النظام، وأنا معك، أنا معمول أنه هذا الحلف الدولي ما سعى للسوريين وحيد النظام، ما قال بده يسقطه، فهمت علي؟ قضيت على داعش. خليني هيك بترد، كيف بدي أسقط النظام؟ ليش عم أقول أنا الحل السياسي هو الأساس؟ يعني أنا بدي قاتل، أنا بدي أول إشي بدي أقول أنا مو بدي قاتل، أنا فرض علي القتال، فرض علي القتال من أجل انتزاع حريتي وكرامتي. لأنه في فرق بين أنه أنا بدي قاتل، أنا ماني قاتل، أنا بالأساس واحد صاحب قضية عادلة، هذا شعبي وهذا وطني وهذا أرضي، يجب أن يعيش بكرامة وحرية. فرض علي القتال، يجب أن يكون السياسي، يعني بمعنى وأنا عم قاتل النظام أنا عندي حل سياسي، طيروا النظام، شيلوه، لعنوا أبوه إلى آخره، ودعونا لنتوافق على الوطن. هذا هيك دائما لازم نحكى. نحن مشكلتنا يعني إجا مثلا كل هذا على ضعف المعارضة، بيجيك هذا التافه لبرو بلك بدك تسقط النظام، مين أنتوا؟ إذا أنتوا لحاله نحن لحاله كل شيء، يجب أن يكون، شوف تصور أعدائنا التاريخيين، بيريز بلعن أبو الفلسطينيين بغزة ورغم ذلك بيجي بقول نحن شعب ندافع يعني ضد القتل، نريد سلاما، هو عم بقول نريد سلاما، لا نجد فريق أو خلينا نقول شريك للسلام. هاي اللغة الإسرائيلية صار لها 60 سنة للعن أبونا، هو بيحكي بالسلام تماما. لكن كمال لبواني ربما كسر هذه القاعدة، يعني لعن أبو الكمال. لا لو سمحت سيد زكريا، لكن خلينا ناخذ الموضوع بواقعية اليوم. إذا كان أنا عم بحكي أعدائنا كي أفهمهم، بدك تحطي لي مع كمال اللبواني؟ لا أقول أنا أضعك، لكن اليوم أنت تقول بأن إسرائيل مثلا تريد النظام السوري وبأن النظام السوري أقام سلام معها، لذلك أنت لا تستطيع أن تسقط النظام السوري بما أن إسرائيل تريد هذا النظام. اليوم ذهب سلمة فمي إسرائيل. إسرائيل شوف، بدي فرق بين الشعب اليهودي وبدي فرق بين الصهيوني وإسرائيل. إسرائيل هي مخفر متقدم زرعة لوظيفة ودور لحماية كل الاستبداد، من حافظ الأسد لمبارك للسادات للطاغية صدق كلاته، هذا دور التاريخي أن تبقى المنطقة متخلفة. لذلك هو لاعب حقيقي بالمعركة اللي نحن عم نوجهها، ولكن مو مهمتي هلأ أن أفتح معركة، أنا مهمتي حاليا أن أحكي، أن أتكلم كلاما سياسيا بجوهر يقنع العالم أني أنا لست إرهابي ولست أصولي ولست قاتل، أنا زلمة. لكنك تقول هذا الكلام ولا أحد يسمعك. ما حدا يسمع، بدي لازم نسمع بالأخير، ما بدي يسمعني عم ندفع دم كتير، مو لأني حقيقة، أنا كمان لا أفترض حالي حقيقة، أنا أفترض حالي وجهة نظر. هي الأخ حسام بيقدم ملاحظات عليه بسمعها منه وبرد على ملاحظاته، بس أنا بدي أقول يجب أن يتقدم السياسي، بتحسن ميزان القوة، وبدي قاتل طالما النظام بيهاجمني بدي هاجمه، هكذا فرضت. ولكنني دائما عندما أسأل أريد أقول أنا أريد حلا سياسيا يحفظ كرامة الشعب السوري ويوصله إلى أهدافه إسقاط هذا النظام، ترحيله، إبعاد، يجب أن يكون دائما كلام يعني دائما هذا الكلام، وكأنه حالة من طرف واحد. لك يا صديقتي قدامك صارت أنه لا هذا جنيف، لما طلعنا كان إذا بدك كان حسام وغير حسام بدهم جنيف، طالما جنيف ببعد النظام برحله بدهم جنيف،
مين اللي طلع لي؟ ما طلعت المعارضه تقول لك هدول غير جديرين بالتفق، وفي ناس ما بدا، وفي ناس وقفت ضد جنيف وراحت على جنيف. هاي الهرطقه ما بيصير، لانه الهرطقه ثمنها دم الشعب. يجب ان نتفق، يعني لما بقول نتفق بالسياسه، انا وحسام بالسياسه بنحكي مثل البعض، ولكننا نحكي بمصلحه الوطن ومستقبل الوطن. وهذا يعني ما يزال هذا فقط كلام. الموضوع في سوريا مختلف تماما عن يعني عما تتحدث فيه من كلام. انا ساعود الى حسان في هذا خطا ماني ضد. لا 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 اقصد هذا، لا اقصد هذا الكلام، لكن ان تبقى لغه السلاح قائمه في حتى لو كان جنيف ولا غير جنيف ولا حل سياسي، لكن ان تتكلم هذا الكلام وفي الداخل يعني هنالك من يذبح ويقتل، ويعني طيران استطلاع، الطيران الذي يقوم بقصف المدنيين. الحل ربما في سوريا مختلف تماما عن هذا الوضع. ما ليش عم بطالب انا؟ مين وصلني الحالة؟ المعارضة، القوى، الحركة، الثورة لا تشرد جماهيرها. كان كثير بيعرف حسام وبنعرف غيره، النظام كان يوميا قد ما شد قوته بيقتل 20 ست، وصلت معه للستين. حاليا يستعمل اقصى ادوات. ببابا عمر انت بتتذكر ليش وقف النظام قدام بابا عمر؟ وانا يومي يعني وجهت اكثر من صرخه، انتبهوا غيروا الو عنق المعركه. ليش ما كان في امكانيه لمحاربه النظام؟ بالسلاح اذا بدك، ولكن ليست بطريقه المواقع اللي بده اياها هو. بالمواقع خلينا نتذكر النظام شو بيساوي. صار له النظام بيكذب علينا 50 سنه باسم التوازن الاستراتيجي، انه نحن ما بنقدر نحرر الجولان وما بنقدر كذا الى اخره، لانه اسرائيل متفوق علينا، قامع الشعب ولاعن ابو الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين ودمر العراق باسم هاي المقوله مقاومه وبطيخ وممانعه. ليش؟ اذا تاريخ الشعوب، لانه حتى تكون قرارها مستقل اعتمدت على قواها الذاتيه. يعني انا كان فيني بالبندقيه اغتال واحد وهاجم. نعم سيد زكريا تماما ساكون عادله فقط اتجه الى حسان. حسان يعني لماذا دائما تحملون المعارضه الخارجيه وحتى المعارضه الداخليه المسؤوليه؟ لماذا تحملونها سبب كل هذا الفشل؟ لماذا يعني هل انتم فعلا في الداخل اتفقتم على حل؟ يعني البعض منكم يريد دوله اسلاميه، البعض الاخر يريد دوله اخوانيه كما يقولون، البعض يريد دوله معتدله. يعني انتم في الداخل لم تتفقوا، فلماذا تطالبون الاخرين بالاتفاق؟ بالعكس تماما سيدتي، يعني الآن حين الناظر إلى الوضع الحالي ينظر إلى الالتجاء الكثير من الثوار إلى التوحدات، وأبرز هذا هذه التوحدات هي القيادة العسكرية الموحدة داخل الغوطة الشرقية والقضاء الموحد أيضا. خلال الفترة المقبلة أيضا سيتم الإعلان عن توحد للإعلاميين ضمن يعني رابطة واحدة في الغوطة الشرقية وما إلى ذلك. يعني الثوار داخل المناطق المحررة أو المحاصرة أدركوا أن التوحد والقرار الواحد والوصول إلى صيغة واحدة من القرار هي الأفضل والأنسب للوصول إلى يعني قدر الإمكان من الانضباط. ولكن أنا أريد أن أسأل، إن لم نحمل المعارضة الخارجية يعني المسؤولية عن هذا التراخي أو هذا التقصير باتجاه الشعب السوري، فإلى من نحمل هذه المسؤولية؟ المعارضة الخارجية نصبت نفسها يعني متحدث باسم الشعب السوري بالخارج. إن لم يكن هذا المتحدث الرسمي باسم الشعب السوري إن لم يتحمل مسؤولياته، فمن سيتحمل مسؤولياته؟ أنا أريد يعني أن ألفت يعني لم يعني أذكر الكثير من الكلام الذي ذكره الأستاذ زكريا، ولكن يعني أنا فقط أضرب المثال. يعني أقل الإمكانيات أن تتوحد المعارضة على كلام واحد لدعم الثوار داخل الغوطاء داخل الأراضي السورية. إن لم تتوصل المعارضة الخارجية إلى صيغة من أجل توحيد القرار، لن تصل معارضة الداخل لصيغة أيضا واحدة تحقق به الهدف المنشود. يعني الثوار في الداخل يعتمدون بشكل رئيسي على المعارضة الخارجية وعلى رجال المعارضة في الخارج من أجل دعم يعني الكتائب الثوار والمجالس المحلية وما إلى ذلك. أنا أريد أن فقط أن أنوه أيضا على فكرة ذكرها الأستاذ زكريا، هي أن النظام لم يعد يقتل الشعب السوري خلال اليوم الواحد 20 شهيد أو 30 شهيد. خلال الفترة الأسبوعين الماضيين فقط في مدينة دوما أكثر من 150 شهيد بسبب الاستهداف المستمر للمدينة بالطيران الحربي وما إلى ذلك. أنا إذا ذكرت المجلس المحلي لمدينة دوما
دوما والمكتب الطبي لمدينة دوما وتنسيقية مدينة دوما، هذه الجهات الرسمية أعلنت أن هذه المدينة مدينة منكوبة بالكامل. المكتب الطبي خلال الفترة الماضية لم يعد يستطيع تقديم أكياس السيرومات للجرحى الذين يصلون إلى النقاط الطبية، وهذا أقل ما يمكن على المكتب الطبي أن يقدمه للجرحى. أين المعارضة الخارجية من هذا الحجم الهائل من الدمار الذي لحق هذه الائتلاف؟ أدان، ما فائدة الإدانة بالنسبة للشعب؟ يحاصر ويقتل كل يوم، ما فائدة هذه الإدانة؟ حتى أنه أدان يعني الأطفال الذين يعني فقدوا حياتهم في اللقاحات. صديقتي اللي عم تدير البرنامج، أنت عم تحملينا وزر كتير هيك. أنا مع حسام، لا أنا مع حسام بإدانة المعارضة. أسأل سؤال واضح جدا يا سيد زكريا، هي الائتلاف فعلا أدان. خلينا نفكفك المعادلة. لحظة يا زكريا، أرجوكم. نعم، هذا لا يعني أني كمان موافق على الحكي اللي بيحكيه هو. تماما، سأعطيك حقك في الكلام، ولكن أرجوك دعه يكمل الفكرة. أنا بس بدي أسأل سؤال، يعني أنا لما عم شوف الغوطة الشرقية محاصرة بهالحجم هاد، لدرجة أنه وصل الأقل ما يمكن مثلا الإمكانيات الطبية وصلت إلى حد الإنهاك، شو قدمت المعارضة الخارجية لهذه؟ يعني ماذا تريد منها؟ أن تدفع من جيبها مثلا إذا لم يكن لديها رصيد؟ من أين ستأتي؟ هذه الأموال الطائلة التي تصل إلى المعارضة أين تذهب؟ ربما سأنقل هذا الكلام إلى السيد زكريا الصقال، كان يريد أن يرد عليك في هذه النقطة. سيد زكريا، لك الهواء. أول شيء أنا ما يعني ما بدي أرد عليك. تفضل. أنا يعني لا أدافع عن المعارضة بقضها وقضيضها، أنا مع حسام، ولكن يعني حسام أيضا تكلم بحكي لي ملاحظات عليه. هو بيقول إنه العسكر جوا عم يتوحدوا على شو؟ على مقاومة النظام. بعدين أنا بدي حلول. ليش عم أقول السياسي؟ أنا أدين المعارضة الخارجية لأنها لا تحمل مشروعا سياسيا، لا تحمل برنامجا. البرنامج صلبه الأساسي هن بمعنى اللغة يجب أن تكون مشتركة، والثقافة مشتركة، والسلوك مشترك، وفي انضباط، وفي محاسبة، وفي شفافية. هذا الموضوع، يعني نقول للعالم نحن عندنا قضية عادلة. هذا النظام ما بدي سبسب الطاغية العائلي اللي حول المزرعة الوطن كله لمزرعة، حول الشعب لعبيد لأرقام، يجب أن يرحل، يجب أن يرحل، يسقط بس بده يرحل. وأحلامنا ببناء وطن تاني، هذا الحكي بدنا نتفق عليه وتتوحد عليه القوى العسكرية، يعني حتى نصير نحكي لغة مشتركة. أما المعارضة مدانة لأنها لا تضع برنامج لهذا الترحيل، لا تتوحد. خليني أقول على الوطن. هلا وين الإشكالية زادت عندي؟ إنه زادت عندي، زادت اللغة الطائفية. يعني 70% من القوى المحاربة، وهذا الغرب اللي بده يتلطى وراها. هلا الغرب يعني وأمريكا ودنيا، إذا أسقطنا داعش بيجيبوا وين رايحين أنتوا؟ ما في مسيحيين وعلويين ودروز وأكراد، وأنتوا رايحين تذبحوهم. هذا الحكي بدي أشوفه. ليش بقول بدي وطن، بدي لغة، وبدي ثقافة، وبدي برنامج بيحملوه كل أبناء الوطن، بيحكوا بنحكي مع بعض مثل بعض، نختلف بالتفاصيل، فهمت عليك، الصغير اللي على الأرض، ولكن باللغة العامة هذا يجب أن يكون هو الديدان للكل. هاي المعارضة اللي الله يكسر إيديها لحد الآن عايشة أوهامها، عايشة أوهامها. هلأ مثل ما بقولوا، في مثل دائما بقولوا، مشكلة ببيتك ما بتقدر تحلها بيجوا الجيران. هلأ جيراننا كل المشاكل بيجي العالم بيحل لك إياها. هلا العالم يريد ان يفصل لنا وطنا مليء بالسموم، اذا بدك مليء بالسموم. لم يقدم الغرب وعلى راس الولايات المتحده الامريكيه نموذجا حتى نقتدي فيه. يعطيني نموذج من 30 40 سنه عم يتدخلوا الامريكان، هاي افغانستان وهي اليمن عم يضربوها، من اللي عم يعتبرونا نموذج في محاربه القاعده مثل اليمن. يعني من 2002 والامريكان بيضربوا باليمن، وشو حققوا؟ زادوا تخلف، زادوا الفقر، زاد شيء. اذا مو بس هيك، وهن عم بيزيدوا وقود تماما. فقط سؤال الى السيد حسان تقي الدين، يعني انت تسمع تماما ما يقوله السيد زكريا الصقال، ولكن انا اريد ان اسالك، اذا كان يجب ان نحمل كل مشاكل البلد الى المعارضات كلها، ان كان المجلس الوطني، ولا كان الائتلاف، ولا كان هيئه التنسيق او غيرهم، يعني ماذا تريد؟ ان يبقى الشعب السوري تحت رحمه الكتائب العسكريه؟ سيد حسان، حسان، نعم حسان، ما بعرف إذا كنت سمعت السؤال الذي سألتك إياه.
كنت أنا فقط لا لا فقط أنا أريد أن أركز، يعني أنت كنت تركز على موضوع الغوطة ودوما وإلى آخره، لكن أنا أريد بما أنك انتقلت يعني المعارضة الخارجية، ما الذي يعني يريدوه الناشطين في الداخل أو الذين هم موجودون في الداخل؟ هل تريدون أن يبقى السوريين دوما تحت رحمة الكتائب العسكرية؟ يا سيدتي لو وصلت المعارضة الخارجية إلى التوحد والوصول إلى قرار واحد كما ذكر الأستاذ زكريا، يعني نرجو من المعارضة الخارجية، وأنا بصراحة كثير رح أنبسط إذا المعارضة الخارجية توحدت على قرار واحد بهم الشعب السوري. أنا مالي زعلان. ألا تستطيعون أنتم أن تفرضوا توحدا على هذه المعارضة من خلال توحدكم في الداخل؟ أنت عم تحكي من منطقة هي ممكن ريف دمشق، في ريف دمشق يعني كم معارضة عسكرية لديكم في الداخل؟ يعني أنت الآن داخل الغوطة الشرقية لا يوجد سوى القيادة العسكرية الموحدة لتقود العمليات داخل الغوطة الشرقية على جبهات الغوطة الشرقية، ويوجد قضاء موحد يقضي لجميع أهالي الغوطة ويسير أمور المدنيين داخل الغوطة الشرقية. الآن داخل الغوطة الشرقية استطاع الأهالي بمساعدة العسكريين وبمساعدة القضاة داخل الغوطة الشرقية وبمساعدة أيضا المكاتب الخدمية استطاع هؤلاء المدنيون التوصل إلى صيغة نهائية من أجل تسيير الأمور داخل الغوطة الشرقية. الآن نحن في حالة توحد تام، لو يعني ركزت على هذا الأمر، رغم المآسي التي تصيبنا ورغم الحرب الضارية على الغوطة الشرقية. هذه التجربة يجب أن تعمم على جميع المحافظات السورية، يجب أن تدعم من المعارضة الخارجية أيضا من أجل يعني سلامة الشعب السوري، ومن أجل أيضا الوصول إلى صيغة سياسية مفهومة لدى العالم الخارجي. يعني حينما وجميع هيئات المعارضة الخارجية تطلع على هذه الأعمال التي تجري على الأراضي السورية بالداخل، ربما سيكون هذا بادر التوحد للمعارضة الخارجية. أنا لا أنتقد المعارضة الخارجية فقط بهدف الانتقاد، ولكن أنا بالنسبة لي خليني أحكيها بالعامية، أنا كثير رح أنبسط إذا توصل الائتلاف أو المعارضة الخارجية لصيغة من أجل الوصول إلى الهدف المنشود الأول للثورة، ومن أجل أيضا دعم الكتائب داخل الغوطة. لكن ربما ذلك يا حسان يعني يقتضي إعادة الثورة السلمية إلى بداياتها الأولى. سأرى ذلك مع الدكتور حسان لو تسمح لي. سأستقبل الدكتور محمد وجيه الجمعة. يا حسان نعم، لكن فقط لأستقبل الدكتور محمد وجيه جمعة، معاون رئيس التجمع الوطني الحر للعاملين في الدولة، ومساء الخير للسيد محمد وجيه جمعة. أهلا بك، وأتمنى من حسان إكمال الفكرة. نعم مساء النور. أهلا بس النور أستاذ الدكتور وجيه. بس الفكرة النهائية اللي حابب أنا أقولها وأكد عليها أنه الثورة السلمية لا تزال موجودة داخل الغوطة الشرقية، عوامل السلمية لا تزال موجودة داخل الغوطة الشرقية، ولكن أنا في عندي نظام عم يقصف المدنيين وعم يحاول التقدم والتضييق أكثر على الغوطة الشرقية. إجباري أنا بدي دافع عن حالي، إجباري بدي حاول أنا أني أتقدم باتجاه العاصمة دمشق من أجل يعني إضعاف هذا النظام. فالحل السلمي ليس هو حل يعني مناسب للسوريين. الآن نحن عم نواجه آلة حرب كبيرة من قبل نظام مجرم ما عرف أنه نحن طلعنا بالبداية وكلياتنا نادينا بصدر عاري، صدور عارية، نادينا بالحرية والسلمية ومن أجل إقامة دولة حرية ودولة عادلة. نعم. ولكن الحل الآن بالنسبة لكتائب الثور لابد من دعمها، لأن بصراحة ما حدا بيحسن يهمشها ولا حدا بيحسن يرفضها الآن بالوضع الحالي. على كل حال ربما يكون ذلك تحصيل حاصل. سأنتقل إلى الدكتور محمد وجيه جمعة، معاون سيد رضا رياض حجاب، رئيس التجمع الوطني الحر للعاملين في الدولة، ومساء الخير مرة أخرى. مساء النور لكم وللمستمعين الكرام ولضيوفكم الكرام. أهلا بك معنا سيد زكريا الصقال الكاتب وعضو الائتلاف السوري، ومعنا حسان تقي الدين الإعلامي والناشط الميداني من داخل سوريا. يعني سمعت ما كان يدلي به حسان، ما رأيك وما تعليقك حول هذا الموضوع؟ القضية السورية بما حصل من تعقيدات توصلت أن تكون وأن توصف بأنها أكبر مأساة في العصر، فحتى في العصور الماضية كلها. لا يختلف عليه، لا يختلف على هذا الكلام اثنان، ولكن هل من مشروع؟ إذن الموضوع معقد جدا. الكثير من التوصيف
قد لا يفيدنا. نحن اليوم أمام يعني امتحان كتير كبير. القضية الأساسية هي الوطن. أرجو أن كل ما نتكلم عنه يخدم موضوع أساسي وهو الوطن، وأقصد فيه الوطن سوريا كاملة، شعبا وأرضا. في من خلال هذا المنظار نحن نشوف أنه هذه الثورة بدأت كما يعلم الجميع، ولكن التداخلات الكثيرة والتجاذبات وما ترى هذه الثورة. أليس التجمع الوطني الحر جزءا من هذه التجاذبات؟ طبعاً. لا، أنا لا أقصد أنها جزءا من التجاذبات، ولكن جزء من هذه الثورة. ولكن في خضم كل هذه الأمور، كما حصل لمعارضة الخارج، ويؤسفني أن نستعمل هذه الكلمة، وأيضا ما حصل في السياق الثوري في الداخل، أقصد فيه العسكري والمدني أيضا، هذه العوامل التي أدت إلى تعقيد كل هذه القضية وجعل من القضية السورية أو من سوريا مأساة العصر، هذه العوامل كلها نتشارك فيها في الداخل وفي الخارج. يعني هذه العوامل أدت إلى أن لا تتوحد المعارضة في الخارج أو المعارضة والثورة، لأني أرجو أن نميز بين معارضة وبين ثورة. وأيضا أدت نفس العوامل هذه والتجاذبات والصراعات والكذا، أدت إلى أن لا نستطيع أن نصل إلى شيء قاسم مشترك أو شيء موحد حتى للثورة في الداخل، وحتى الحراك الثوري العسكري في الداخل. كل هذه الأمور مجتمعة قادت إلى وضع حاليا نحن في مأزق كبير. طبعا نحن ما نزال في كلام الإطار التاريخي أو في إطار الكلام التاريخي. نعم. اليوم أنت على أعتاب. دعيني أستطرد رجاء. فإذا نحن بعد مرور هذا الزمن، ويؤسفني جدا أن أقول أن بعد كل هذا العدد من الشهداء والدماء والآلام وانتهاك لكرامة الإنسان، يعني التهجير حتى النزوح هو جزء من إهانة للإنسان، كل هذه الأحداث كل هذه الأمور أدت بالنهاية إلى أن الشعب السوري حاليا أمام شيء جديد وجديد تماما، وخاصة في الأشهر الأخرى. الشعب السوري لم يعد ينتظر أحد، الشعب السوري لم يعد يحلم بأن يأتي من يساعده ومن يحل له مشاكله. أنا حاليا نحن في التجمع الوطني الحر نرى بأن الأمور حاليا بمنعطف مهم جدا جدا. لم نعد نستطيع أن نركن أو نتمنى أو ننتظر أو نتخيل حلول من الآخرين. هل لديكم حل؟ نعم، الأمور أصبحت مفروضة، يعني أصبحت الأمور مفروضة على كل الشعب السوري، على كل من يحب سوريا، وعلى كل من يريد أن تكون سوريا واحدة موحدة. نعم دكتور، أنا فهمت الفكرة، ولكن نعم، هل لديكم فعلا حل واضح أو مشروع للخلاص من هذه الأزمة؟ نعم. المشروع، الأمور يعني أصبحت واضحة بالنسبة خلينا يعني آسف جدا نرد نسميها معارضة الخارج، هو لابد من تأسيس أو الوصول إلى معارضة سياسية أو واجهة سياسية فاعلة قادرة على أن تكون فاعلة في الأحداث وليست متلقية ومنفعلة. أنا أختصر الموضوع بهذا الشكل لأنه ما بدي أدخل بمتاهة موضوع الائتلاف وكيف صار الائتلاف ومكوناته وكل هذه الأمور، ولكن حاليا الحاجة ملحة إلى أن نصل إلى صيغة سياسية فاعلة ومبادرة، وتدرس الأمور بعمق وتتقدم بحلول هي تكون مقدمة للثورة. يعني الناس في الحالات العادية السياسيين يسيرون حسب متطلبات ناسهم وشعوبهم، أما في الثورات السياسيين يجب أن يتقدموا هذه الثورات بأفكار وبطروحات قد تكون خارقة. بينما بالنسبة لما هو في الداخل، أرجو أن يعني أن نفهم أيضا أنه أصبح واضح أن الأمور العسكرية بسوريا لم تعد تحل من خلال كتيبة ومن خلال لواء أو من خلال هذه الأعمال الجزئية، لم تعد هذا أمر أصبح مفهوما وواضحا بأنه بدون جيش وطني موحد لا يمكن أن تحل القضايا التي تنتظرنا.
لانه حاليا نحن يعني في بده يحصل شيء باتجاه داعش، هناك سوف يحصل فراغ في اماكن معينه، لابد ملء هذا الفراغ ولكن يجب ملئه بكل جديه. هذا الملء ارجو انا او ملء هذا الفراغ ارجو ان نفكر من هذه اللحظه انه ليس عسكري فقط وانما مدني ايضا، لان الناس بحاجه لكثير من الخدمات وكثير من الامور التي تعيدهم الى الحياه. المواطن السوري حاليا معلق بين السماء والارض، بده مين ينزله على الأرض وبأمان وبسهولة وبكل يعني سأرى ذلك. أنا كنت نعم. سألت فعلا عن مشروع واضح، ولكن سعود إلى السيد زكريا الصقال. سيدي نعم. البارحة كانت الحلقة أوجه فيها السيد محمد عبد المجيد منجوني، يعني نائب رئيس هيئة التنسيق الوطني، نداء إلى كل المعارضة السورية إن كان للائتلاف أو غير الائتلاف، ولكن خصص بالذكر أيضا الائتلاف، أن يكون هناك لقاء تشاوري جامع مانع لكل السوريين يتم طرح فيه المسألة السورية بشكل جدي. أنت أولا كزكريا الصقال معارض سوري، وثانيا أنك عضو في الائتلاف، هل فعلا ستلقى هذه الدعوة أذنا صاغية أم ستذهب أزدراجها؟ أهلا بضيفك الكريم. كل الدعوة يعني ما بدنا نتعامل مع الدعوات وكأنها مثل ما بقولوا سبق الرهان. الدعوة بالأساس إذا بدك من شهرين ثلاثة الناس عم تدعينا، يعني قبل التحرك الأمريكي في أزمة حادة وصلت لها الثورة السورية ولم تتنطح هذه المعارضة مثل ما قلت لك. يعني لماذا نريد أن نقلل من أهمية هذه الدعوة؟ لا لأنه مطروحة أيضا، مطروحة يعني عنا بوسط الائتلاف، مطروحة وبجدارة. هل فعلا في الائتلاف دعوة تشابه تلك؟ طبعا يعني أنا إذا بدك أنا داعيها من هذا، ما بدي أقول بالأنا يعني بالتأكيد، مطروحة من حركة الإنقاذ الوطني، مطروحة من أكثر من مبادرة، ولكننا نقول نحن مع مبادرة حتى نكون هذا يعني. ما بدنا هذا، يعني نحن مع هذا الطرح. كثير مهم هذا الطرح، الصديقي اللي تكلم كثير من العموميات، انه وكانه فرضت الاراده لتمزيق المعارضه. لا، في المعارضه بتتحمل مسؤوليه، معارضه مخها اعوج، معارضه مهرهره، معارضه مهزومه، معارضه واهمه، معارضه مليئه بالامراض والعقد، مصالحها الشخصيه فوق كل الاعتبارات. هاي كله بده اعاده نقد على ارضيه مثل ما بيقولوا الصح والضمير باتجاه وطن يعرض للخطر ويعرض لأن يدخل نفق ما بنعرفه منه. من هون أهمية هذا اللقاء حتى تفند الأمور، توضع بالأولويات. الأولويات أن يتحد أو بمعنى يتوافق السوريين على وطن بوحدته الجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، هذا لازم يكون ديداننا. الاتفاق الأهم هو يعني إبعاد رأس الفتنة، رأس الفساد، رأس الاستبداد، رأس الإرهاب إذا بدك، وهو النظام. كلياتنا بيعرف التقاسم الوظيفي اللي حصل بين داعش والنظام. هذا لا يعني بالفهم التآمري أنه النظام يعني الشريك، بس ولكنه كان يقصد تماما جرنا لهذه المعركة وتفريخ الإرهاب حتى يقول للعالم هذول هن الإرهابيين. هذا النظام الذي بيمتلك ملف قتل 70,000 واحد بالثمانينات، الكل بيعرفه مينه، مين لا المعارضة فتحته ولا هو رضي يفتحه، حتى ولو تدخل العالم، تدخل العالم أكثر من مرة مشان 25,000 مفقود، لأن 80 مفقودين. ليه؟ حتى لما يطلعوا أطفال درعا يقول عنهم إرهابيين داعش. هذا نظام. نحن ليش بقول المعارضة تتحمل هذه المعارضة؟ لأنه نعرف النظام ونعيه، ولكننا نحن لم نغير من سلوكنا، لم نغير من أخطابنا، لم نقرأ تطورات الواقع بشكل دقيق. ولكن ما الحال؟ هل ستبقى الحال على ما هي عليه إلى الأبد يعني؟ تماما. حاليا في حاجة ملحة ولا تقبل التأجيل أن يتداعى السوريين للاتفاق على الوطن. بالأخير في التفاصيل هي أنا برأيي إذا اتفقنا على الوطن في تفاصيل كتير بتصير غير مهمة، ولكن خليني أقول بضمير وبإرادة وبوعي لطبيعة الصراع، يجب أن نقول هذا وطننا ولنا به شأن. إذا أراد العالم أن يساعدنا فليساعدنا على ترحيل الطاغية قبل، إذا بدك قبل داعش، ترحيل الطاغية، لأنه سيتوحد الوطن كلياته على محاربة الإرهاب، وهي داعش الكل بيعرفوا أنه هي ثقافة وافدة. ثقافة وافدة يعني، ومبس هيك جوع الشعب السوري. هلا بالشمال شو اللي صار؟ لما بيجوع الشعب السوري بتحاصر الدنيا، بيصير مع الشيطان، مو بيروح لعند داعش. نعم، هذه القضية يجب أن يعني أول شيء نتفق أنه نحن أمام خطر حقيقي، العالم يقرر مصير وطننا ونحن قاعدين نتفرج عليه. يجب أن نقول هذا وطننا. كيف؟ بدنا نتفق على الوطن، نتفق على
إدارة صراع، وعي ما يحصل فيه على اللغة السيئة، على الخطاب، على السلوك، على الممارسة، حتى نقول لهم لا بكفي، بدنا نصل لهذا الوطن اللي بهم كل السوريين ويشكل مظلة وخيمة لكل السوريين. الدولة، الدولة باعتبارها مارقة للدين والطائفة فوق كل هالقضايا، الدولة والتي لا تحارب هذه الظواهر ولكنها تحترمها وتضعها بمكان الحقيقي كحافظة لحقوقها. نعم وحرياتها. تماما وصلت الفكرة. سأعود إلى السيد حسان تقدي الناشط الإعلامي والميداني من داخل سوريا. حسان، يعني كنت بتابع ما يتحدث به السيد الدكتور محمد وجيه جمعة وأيضا السيد زكريا الصقال. اليوم أنت أمام تحالف دولي يضم أكثر من 40 دولة للقضاء على تنظيم الدولة. الجيش الحر مباشرة سلم في هذا الموضوع هكذا يعني عبر تصريحاته، وأراد أن يتعاون مع أمريكا بهذا الشأن. السيد زكريا يقول أتعاون مع الشيطان من أجل أن يرحل بشار الأسد أو يرحل النظام السوري. أنتم فرض عليكم التحالف الدولي أن تتعاونوا معه لقتال تنظيم الدولة الذي أضحى خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا لم يقل الجيش الحر بأني أريد أن أتعاون مع هذا الحلف أيضا من أجل أن أقاتل النظام؟ كنت طرحت هذا السؤال سابقا، إذا قاتلوا مع النظام حتى أقاتل معكم تنظيم الدولة، لماذا لم يحصل هذا الشيء؟ نعم سيدتي الكريمة، يعني أنا في أكثر من لقاء أعلنت عن موقف وهو موقف أغلب السوريين في الداخل. لن نقبل بأن تحول سوريا إلى عراق ثانية. المجتمع الدولي في حين يعني أعلن أنه سيتدخل من أجل ضرب داعش، وأعلن أن يعني حسب الإحصاءات أن الضربة العسكرية على داعش ستستغرق مدة 3 سنوات، وأعلنوا أن يعني لها ميزانية 500 مليار دولار حسب يعني ما تصفحت. يعني هذا الكم الهائل من هذا الوقت والمال الذي سيتم إهداره هو على حساب الشعب السوري، لن يتم إهدار هذه السنوات 3 من أجل ضرب داعش فقط. أريد أن أنوه على فكرة أن كتائب الثوار داخل الغوطة الشرقية قضوا على داعش خلال أسبوع واحد فقط. في جنوب العاصمة دمشق تم القضاء على داعش خلال 3 أيام فقط، ولكن المجتمع الدولي يريد أن يقضي على داعش خلال 3 سنوات. يعني بصراحة إذا حكيتها بالعامية كتير كبيرة. فالموضوع ليس موضوع أنه نحن نقبل أن نحالف الشيطان إذا كان سيدعمنا ضد بشار الأسد، ولكن الموضوع هو على حساب الشعب السوري. أنا أريد أن أنظر ما الذي سيجنيها المجتمع الدولي من ضرب داعش سوى المصالح التي ستكون الأولوية لها لهذه الدول. يعني حينما أمريكا ستعلن أنها ستضرب داعش في الأراضي السورية أكيد لها مصالح في هذه الضربة، وأكيد لها يعني الـ 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 يعني غايات من أجل هذه الضربة. لن تكون مثل ما بنقول على سواد عيون السوريين من أجل مساعدة السوريين. هذا الأمر أصبح مفروغ منه، يعني الأمر الخطير للغاية بسبب يعني ربما المجازر التي ستقوم بها هذه القوى الدولية في حق الشعب السوري كما أقامتها في العراق. الشعب السوري رفض التدخل الدولي، ولكن دعم الثوار هو المطلب. كما ذكرت كتائب الثوار داخل الغوطة الشرقية قضت على تنظيم يعني التنظيم داعش خلال أسبوع واحد فقط. في جنوب العاصمة المحاصر والمنهك تم القضاء على داعش وحصارها في الحجر الأسود في 3 أيام فقط. إذن لا داعي لكل هذا الحلف ما دام الجيش السوري الحر قادر على أن يدحر داعش. نعم هذه الفكرة أنا أؤيد عليها، أن دعم الجيش الحر وكتائب الثوار والكتائب المعتدلة في الداخل السوري هي الحل الأنسب. السوريين هم الأعلم والأدرى بما في أرضهم، ليست الحكومة الأمريكية ولا المجتمع الأوروبي. لو تم دعم هذه الكتائب، كتائب الثوار، ربما سيكون من الأجدر بهم والأقوى لهم أن يقوموا هم بتنظيم وتطهير الأرض من عناصر الأسد من جهة، وعناصر تنظيم داعش الإجرامي من جهة أخرى. على كل حال ربما يكون ذلك، سأرى رأي الدكتور محمد وجيه جمعة. يعني سيدي اليوم أنت في التجمع الوطني الحر للعاملين في الدولة، رياض حجاب ربما هو شخصية يعني متفق عليها من قبل البعض الأغلب أو الأكثر، دعني أقول لك ما بعرف إذا كان صحيت في اللغة العربية. يعني لماذا لا يتم أنتم من قبلكم توجيه نداء لتوحيد هذه المعارضة أو لتوحيد المطالب على الأقل أو لرفع المطالب السورية في الداخل
بحذافيرها. اليوم أنت أمام حلف، هذا الحلف يود أن يدخل إلى سوريا، ربما بعد يومين أو ثلاثة يصرح بأنه سوف يدخل بريا. اليوم موقع المعارضة السورية مما يحصل، لماذا لا يكون هناك هيئة جامعة مانعة تقوم ب وقفة حقيقية من أجل أن تأخذ موقف موحد على الأقل في أمام الحلف الذي يعني أعلن أنه سيقوم بالقضاء على تنظيم الدولة؟ نعم، طبعا احنا الأسبوع الماضي في التجمع الوطني الحر كان لنا اجتماع للمجلس الاستشاري في إسطنبول. الفكرة الأساسية من هذا الاجتماع هو الدعوة لتجميع القوى. حاليا المرحلة تتبلور على أن تجتمع كل القوى أو معظم القوى السياسية لتشكل أهداف سياسية واضحة. في هذا اللقاء لابد من خلق أرضية مشتركة للناس اللي بدها تشترك في هذه المؤتمرات الوطنية التي الكثير حاليا يتكلم عنها. ما تم الاتفاق عليه على أن تتمتع هذه القوى السياسية بالجرأة الكافية وبالفهم الحقيقي لمفهوم الوطن والدولة، وتنحي في هذه المرحلة كل ما يمكن أن يفرقنا، كل وأن تجتمع على كل ما يجمعنا، ولا يجمعنا شيء أهم من الوطن والدولة. وبالتالي حاليا تتم المشاورات وتتم والائتلاف يقول ذلك، كثير من الأطراف نعم والائتلاف يقول ذلك، ومع ذلك لا لا لا, لا توحد. ولكن إذا تم العمل بشكل جدي وتنحيد ما يمكن أن يبعدنا ويمكن أن يفرقنا ويمكن أن يشكل أي اختلاف في المنظور العام، لابد من أنه أن نصل إلى مؤتمر وطني عام شامل مستقل. الشيء الأهم أن يكون مستقل. هل من إطار زمني؟ هل من إطار زمني لهذا المؤتمر؟ الزمن ضاغط جدا جدا في هذه المعطيات وفي هذه الأمور. الأمور متسارعة وتتسابق. التحالف الدولي المسمى ضد الإرهاب حاليا في أوج عمله، لابد من طرح قضية هذا التحالف وإسقاطاته على الوطن سوريا. نحن لدينا تجارب سابقة بأنه هذه التحالفات عندما قصفت من السماء بعض الدول مثل أفغانستان ومثل اليمن قصفتها لسنوات عديدة ولم تحل هذا الموضوع. الشيء الأهم أن هذا التحالف ضد الإرهاب ما لم يأتي ضمن إطار واضح المعالم. هل أنتم موافقون على هذا الحلف؟ هل أنتم موافقون على هذا الحلف؟ خليني أكمل الإطار. ما لم يكن ضمن إطار واضح وتوقيت زمني وأهداف سياسية واضحة تنتهي بالنهاية تنتهي إلى سوريا وطن حر، وطن يلبي تطلعات أو آمال أو هل يا سيد يعني أنت تتكلم أرجوك فقط لنكون واقعيين. نعم بعض الشيء. نعم أنت تتحدث نعم عن حلف. هل تعتقد أن أمريكا ستجلب لك هذه المطالب يعني التي يحلم بها كل المواطنين السوريين؟ هل تعتقد أن حلفا يأتي من أجل أن يضرب تنظيما إسلاميا يقال بأن نفس الدول لها علاقة مع هذا التنظيم؟ هل ستأتي لك بديمقراطية وتأتي لك بحرية؟ تماما. إذن أنت أكملت الجملة التي أريد أن أكملها، هي إذن ما لم يأتي هذا الحلف وما لم تأتي هذه المعادلات وبضغط سياسي واضح من القوى السياسية السورية، متى سيكون هذا الضغط يا سيد يا دكتور وجيه؟ متى سيكون هذا الضغط؟ أنت بعد أشهر من الممكن، طيران الاستطلاع الفرنسي دخل منذ يومين إلى داخل حلب إلى المناطق وحلق فوق المناطق التي تسيطر عليها تنظيم الدولة. إذن متى سيكون هذا الموقف الموحد؟ إذن هذا هو الضغط السياسي الذي سوف يؤدي إلى توحيد هذه القوى السياسية والخروج بما يمكن، لأنه في عنا تجربة كتير بسيطة، هو أنه في لحظة ما، ويؤسفني أنه الائتلاف ظهر بشخص رئيسه وقال أنه نحن معه. فإذن هذا الخلل السياسي الموجود لابد من
تلافيه من خلال تجميع القوى السياسية واتخاذ قرارات سياسية جامعة لكل الأطراف السياسية تشكل واجهة تعرض إلى هذه الأطراف بأنه نحن هدفنا النهائي هو سوريا وطن للجميع، وليس تحالف ضد الإرهاب ينفذ أغراضه، لأنه نحن واضحة بالنسبة إن الأمور ملايين الناس وقت اللي تشردت وهلأد من العذابات والدمار اللي حصل بسوريا لم يحرك هذه المجتمعات، وبالتالي حاليا هن عم بيتحركوا لتحقيق أهداف إلهم. هذا التحالف يخدم أهداف أمريكا وبعض الأطراف، وبالتالي نحن مع كل ما يخدم أهدافنا نحن كسوريين. وبالتالي أنا بشوي في المداخلة الأولى وقت اللي بينت أنه حاليا فعلا في إعادة ترتيب لكل ما يتعلق بالثورة، أنا لا أريد أن أقولها أنه نحن فعلا أمام ثورة ضمن الثورة. الأمور لن تعود كما كانت، يعني لن يستطيع من هيك ورايح الائتلاف أن يقول أنا بدي هيك وأنا بدي هيك، لأنه في شغلات لابد من أنه تراعي مصلحة المصلحة الأساسية. أنا بدي أكرر لو للمرة المليون أنه في شيء اسمه وطن ودولة، ما لم نحافظ على الوطن والدولة وعلى الإنسان المقدس ضمن هذه المعادلة كلها كل الاحتمالات لن تنجح. وبالتالي حاليا الأمور تقاد وبتسارع شديد جدا جدا وبشكل ضاغط جدا إلى التحالفات السياسية، إلى الوصول إلى بنية سياسية قادرة على أن تكون فاعلة ومؤثرة وتأتي بالطروحات التي تقود إلى إعادة سوريا دولة واحدة موحدة. على كل حال أتمنى أن يلقى هذا الكلام أذنا صاغية. الدكتور محمد وجيه جمعة، معاور رئيس التجمع الوطني الحر للعاملين في الدولة، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا ضيف هذا. بس خليني أسأله سؤال إذا ممكن، بس قبل ما تفضل بس فضل. مين اللي عم بيعيد ترتيب كل قضايا الثورة؟ اللي عم بيعيد هي عبارة حاليا، تعرف أستاذ سقال أنت يعني موجود على الساحة، إذا مجموعات حاليا عم بتقوم بمبادرات حاليا بده يجي يعني مثلا هلا بتعرف مبادرة الإنقاذ ماشي، إنقاذ سوريا ماشي من طرف، مبادرة قرطبة ماشي من طرف، مبادرة المجلس الإسلامي ماشي من طرف، إذا في عدة مبادرات عم تمشي. والائتلاف أيضا ما هو بعيد عن رغبة بأنه ممكن أنه يجمع هذه القوى. نحن كتجمع وطني حر نبحث عن طريقة ما أن نكون محور للقاء هذه المبادرات. القضية الأساسية دائما السؤال بين السوريين بالفترة الأخيرة، من سوف يتصدر هذه المبادرات؟ من سوف يقود هذه المبادرات؟ سنرى ذلك. نعم. دكتور محمد وجيه جمعة، كنت أنا قد ودعتك بإمكانك تبقى معنا في الحلقة، سنرى ذلك مع هذا الرأي مع العميد الركن مناع رحال، وأنا هنا سأرحب به العميد الركن مناع الرحال القائد الميداني في الجيش الحر، وأيضا السيد رياض درار المعارض السوري والباحث في الدراسات الإسلامية. أهلا بكما سيدي. سيد العميد الركن مناع رحال، سمعت تماما ما كان يقوله السيد وجيه جمعة والسيد زكريا الصقال. سيادة العميد، سيعيد أبو جوزيف الاتصال بالعميد الركن مناع الرحال. أعود إلى السيد رياض درار، ومساء الخير مرة أخرى سيد رياض المعارض السوري والباحث في الدراسات الإسلامية. يعني كنت ما بعرف إذا كان وصلك الحديث الأخير من الدكتور محمد وجيه جمعة وأيضا السيد زكريا الصقال، ما تعليقك على الموضوع؟ سيد رياض، أيضا سيعود أبو جوزيف الاتصال بالسيد رياض، وأنا سأعتذر منكم عن رداءة الاتصالات من المصدر. سيد حسان تقي الدين، ما رأيك أنت في هذه الأطروحة التي كانت تطرح قبل قليل على الهواء؟ معكم إن شاء الله. معك سيد رياض، كنت أنا وجهت لك السؤال ولكني نقلته إلى حسان تقي الدين، سنسمع رأي حسان تقي الدين وسأعود إليك سيد رياض. أهلا بك مرة أخرى. أهلا حسان، الناشط الإعلامي والميداني من دمشق حسان تقي الدين، ما بعرف إذا كان بعده معنا على السماع. أعود
أعتقد كتب لك اعتذار هو. أيضا أنا هنا نعم هنا يعني الاتصالات في سوريا رديئة جدا، والاتصالات دوما تكون في سوريا رديئة من المصدر بسبب الغارات المتكررة وأيضا الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. يحادثونه رفاقي في الكنترول. سأعود إلى السيد رياض إدرار. سيدي أنا كنت يعني مطولا تحت الهواء، كنت أتحدث معك منذ أكثر من يومين حول إمكانية أن تكون هنالك معارضة ربما موحدة أو تكون يعني تجتمع على كلمة واحدة. ما أدري ما تعليقك على الموضوع، وخصوصا أنا كنت وضعتك في صورة ما حدث في البارحة حول يعني توجيه ربما دعوة أو لعقد مؤتمر تشاوري يجمع كل أطياف المعارضة السياسية من أجل اتخاذ موقف موحد، خصوصا مع قرب يعني اتخاذ الحلف قرارا نهائيا في ضرب تنظيم الدولة في داخل سوريا. أولاً المعارضة السورية بدأت بداية منذ الأساس فيها شيء أو اتجاه نحو الفشل عندما انقسمت إلى معارضة كلام داخلية عندما انقسمت إلى معارضة داخلية وخارجية، هذه حقيقة. وبالتالي تشتت أصوات المعارضين وانقسمت. وأيضا أنا أعرف من خلال القرب الشديد من العاملين في المجال السياسي والذين أنشأوا هذه التنظيمات أو التشكيلات المعارضة، طبعا بدءا من هيئة التنسيق إلى المجلس الوطني إلى الائتلاف، وهذه أساسيات العمل المعارض مع وجود شخصيات معارضة في كل سوريا عملوا على أفكار ربما فيها من الإيجاب أو السلب حسب التوجهات التي فرضت عليهم. أقول إن ما بدأت به المعارضة السورية هي مشروع فشل، لأنها لم تسر على هدي فكرة واحدة أو موقف واحد أو يعني تحالف واضح ومبدئي منذ البداية. حتى التحالفات هي ساهمت في إضعاف المعارضة السورية. هناك من تحالف مع إيران وروسيا، وهناك من تحالف مع أمريكا وما سمي أصدقاء سوريا. كل هؤلاء لم يقدموا خيرا لسوريا، وإنما كانوا يعملون لمصالحهم، والمعارضة مشتتة بين هؤلاء وهؤلاء. ولكن ما الحل؟ الحل هو فعلا أن يلتقي الذين عرفوا موطن الألم في تشتت المعارضة، وأن يلتقوا من أجل تشكيل معارض جديد يستطيع أن يبدأ بداية سليمة، خاصة وأن القضية السورية لن تنتهي بيوم ويومين بعد أن تشعبت المسألة السورية في اتجاهات عدة، منها المسلحة بعديد أنواعها، ومنها التدخل الخارجي بأشكاله، ومنها التفتت الداخلي أيضا السياسي بين كل القوى الموجودة. هذا يتطلب من الفاعلين الحقيقيين الذين استووا واكتووا من هذه التجربة أن يبدأوا من جديد لإنقاذ الوطن. وربما هذه التجربة شاقة، ولكنها تستطيع أن تضع الأسس الصحيحة من أجل الانتقال نحو الثورة أو إعادة روح الثورة من جديد، لأننا يجب أن نفرق بين المعارضة وبين الثورة. نعم. المعارضة فشلت، لكن الثورة يجب أن تبدأ مرة أخرى من جديد. لكن لماذا لا تقول أن الثورة اليوم يعني ربما التاعت أو ربما بعدت كثيرا عن أو صارت حلما بالنسبة إلى السوريين، خصوصا مع العسكرة الواضحة التي ظهرت في الفترة الأخيرة؟ سيد رياض درار، سأنتقل منك إلى السيد العميد الركن مناع الرحال القائد الميداني في الجيش الحر، وأهلا بك. وقبل قليل حسان تقي الدين حصلت غارتين جويتين بالقرب من حسان تقي الدين، أتمنى السلامة لحسان تقي الدين والسلام لكل السوريين في الداخل. مساء الخير سيد مناع. لا يبدو الاتصال جاهزا، على كل حال لن أستطيع أن أستقبل السيد مناع الرحال. أنا آسفة جدا
ربما نفد الوقت أمامي في عودة سريعة إلى السيد زكريا الصقال. يعني سيد زكريا، أنت الآن أمام يعني وقت مضغوط جدا على هذا التشرذم أن يتلاشى، وعلى كل هذه الخلافات أن تتلاشى وأن تقف المعارضة يعني موقفا موحدا. هل فعلا هذا كلام فيه من الأحلام ما يكفي، أم أن الوقت نفد، أم أنه أصبح ضرورة ملحة، خصوصا وأن الأزمة السورية كما يقول السيد درار أنها لن تنتهي في يوم أو يومين؟ أنا قلت بمعرض حديثي هناك ضرورة لا تقبل التأجيل، وبنفس الوقت يعني بعيدا عن لغة الإقصاء والتعالي والتعفف، أي مبادرة أي مبادرة. أسف سيد زكريا الصقال، فقط السيد يعني العميد مناع الرحال ربما يسمعني. أهلا أهلا بك سيادة العميد، أنا أسمعك سيادة العميد. نعم أنا أسمعك جيدا، إن كنت ألو. نعم ربما انقطع الاتصال مع سيد مناع الرحال. سيد زكريا عودة إليك، وأنا أسفة جدا لأن يعني دائما البرنامج اسمه مع الناس، فأي يعني أي شخص ربما يعني يكون له رأي يستطيع أن يداخل مباشرة. قاطعتك وأتمنى أن تكمل الفكرة التي بدأت بها. يعني أكيد يعني أنا أتفق مع صديقي وزميلي أبو محمد الشيخ رياض، ولكني أكرر يعني وأثني وإذا بدك أطالب وأقف جنديا حقيقيا باتجاه أي مبادرة حاليا تجمع السوريين ليتوافقوا على الوطن ومستقبل الوطن، من أجل بعد هذا الشبح، في شبح حقيقي سيدخلنا أتوين معركة لا نعرف كيف نتخلص منها، متفق عليها عالميا إذا بدك يقرر شؤون السوريين ونحن بعيدين. فأنا مع أي خطوة أن يتوافق السوريين على الوطن من أجل تحصين بوحدته السياسية مثل ما كررت، والاجتماعية والجغرافية. بدون هذا الجهد، أخذين بعين الاعتبار أنه نقض 3.5 سنوات من الهرطقة والتذرير والحماقات اللي ارتكبتها المعارضة، اللي سماها أخي الشيخ رياض الدرار أنه بدأت بداية غلط. هذه البداية الغلط هي كانت نتيجة عقل مهزوم، عقل مريض، شو بعرفني، فشى كل أمراضه وجعلنا تماما مهمشين، مسلوبي الإرادة، مسلوبي القرار. بتمنى من كل قلبي، مو بس هيك بتمنى، أنا أقول أناضل مع كل الشرفاء من أجل أن يكون هناك لقاء. هل تتوقع لهذه التمنيات أن تتحقق أم أنها ستبقى تمنيات؟ أنا يعني مثل ما بقوله دائما، بقول في شاعر بقول أرى خلل الرمادي وميض جمر، يعني ما عاد تستنى الأمور. في كتير تحسس، وخاصة في وطنيين عم بيعبروا عن حالهم بالكتابات باللقاءات بالهذا، يجب أن يتمخض شيء ليقول هناك وطن يجب صون وحده ومستقبله، وهناك شعب يتعرض يوميا للدمار والقتل والتشريد، علينا أن نخفف معاناته وأن نوصل إلى أهدافه الحقيقية بالحرية والكرامة. هذا أصبح ضرورة للي بيحسوا، للي عندهم ضمير، للي عندهم شوية قيام. وأنا أعتقد شعبنا مليء بهؤلاء ولكنهم متذررين. أنتم كإعلاميين ممكن تساهموا معنا، ونحن لن نألي صوتا باتجاه، مو بس هيك لأنه غادر الخندق ببساطة، هذا خندقنا بدنا نتمترس فيه، وبدنا نتمنى نعلي الصوت وننكأ الآخرين كيف نقف موقفة موحد قدام هذا الخطر الحقيقي. نتمنى ذلك. على كل حال زكريا الصقال الكاتب وعضو الائتلاف الوطني السوري، أشكرك جزيل الشكر، ضيف شرف على حلقة مع الناس، كنت معنا. تسلمي يا هلا، يعطيك العافية. شكرا شيخ رياض، إن شاء الله بنشوفك عن قريب. سلامات سيد زكريا الصقال. وعودة إلى السيد، ربما كان الدكتور محمد وجيه جمعة، في كلمة أخيرة تحب أن توجهها سيد أو دكتور محمد وجيه، خصوصا أنت معاون رئيس التجمع الوطني الحر للعاملين في الدولة. نعم، هو أنا بدي أرد أؤكد على مفهوم الدولة انطلاقا من نحن تجمعنا التجمع الوطني الحر، يخدم كل ما يمكن أن يؤدي ويفضي إلى الدولة. الدولة يعني وطن، الدولة يعني إنسان، وإن شاء الله سوف نعمل كل ما بوسعنا لتوحيد هذه القوى، وإن شاء الله النصر القريب لثورة الحرية والكرامة. نعم، نتمنى أيضا ذلك. الدكتور محمد وجيه جمعة، معاون رئيس التجمع الوطني الحر للعاملين في الدولة، أيضا كنت علينا ضيف شرف، أشكرك جزيل الشكر. شكرا.
في عودة لك سيد رياض درار، المعارض السوري والباحث في الدراسات الإسلامية، يعني نقاشات كثيرة دارت حول هذا الموضوع وحول كل يعني كل فئة سياسية تطرح ما في جعبتها، لكن ما نزال نحن في خندق أن فلان وطني وفلان غير وطني، فلان خائن وعميل وفلان يعني ليس خائن وليس عميل وهو وطني ويحب البلد. هل تعتقد، أنا هنا أركز دائما على موضوع الوقت، هل تعتقد بأننا فعلا نفد الوقت أمامنا، خصوصا وأننا يعني أن المعارضة السورية حتى الآن لم تتجاوز هذه المرحلة، مرحلة التخوين، مرحلة اللاوطنية، في تعرف تماما آخر فترة كان هنالك تبرؤ للائتلاف الوطني من كمال اللبواني لأنه زار إسرائيل في الفترة الأخيرة. يعني ما رأيك في هذا الموضوع؟ لا أقصد موضوع اللبواني وإنما موضوع التخوين بشكل عام. سيد رياض، نعم سيد رياض، أنا أعتقد أني أسمعك. معك. نعم، أنا أقول أن هناك ثوابت لا يجوز تجاوزها من أحد، وخاصة الأعمال الفردية التي يمكن أن تكون نتيجة رد فعل شخصي وليست نتيجة حسابات بعيدة المدى. الأعمال الفردية قد تضر أكثر مما تنفع، ولا مجال الاجتهاد في هذه المسألة، خاصة في الاستراتيجيات الكبرى. مسألة إسرائيل مسألة مهم جدا أن نتوقف عندها. إسرائيل هي رأس الإرهاب، هي التي بدأت كل المسائل التي تتضرر بها الأمة العربية إلى اليوم، وما زالت تسيطر على أرض عربية وتحتلها، وبالتالي لا يجوز أن نقول أن إسرائيل يمكن أن تكون طرفا في محاربة الإرهاب على سبيل المثال. بالتالي أنا أقول هذا الاجتهاد خاطئ ولا نريد له أن يتكرر، ونرجو من صاحبه أن لا يعتمد على أنه قدم شيئا لمسيرة الثورة والثوار والوطن فيما فعل. أنا ضد مسألة التخوين بمعنى الخيانة، لأن كثيرين كانوا تحت الطاولة، ولكن هذا هو التابو العام، هذا هو التابو العام الذي تقوم اليوم عليه كل المعارضات. نحن لدينا يعني تجربة سياسية سيئة في عملنا، خاصة نحن السوريين الذين عشنا فترة طويلة بعيدا عن العمل السياسي، وبالتالي أعتقد أننا نحن نرتجل في كثير من المواقف السياسية، وبالتالي نتهم بسرعة لأننا أيضا لا ندرك أبعاد العمل السياسي بشكله الصحيح والمنطقي والمدروس. نحن لازلنا نجرب، ويجب أن نبدأ بدايات صحيحة من أجل الخروج من مأزق السياسة الذي نعيشه. نحن عشنا في مخاض طويل تحت القمع والاستبداد، وبالتالي ربما في كثير من تصرفاتنا وأعمالنا نحن نقلد المستبد. هذا ما رأيناه في الثورة السورية، كثير من ممارسات الثوار والعسكريين حاملي السلاح والسياسيين الذين ركضوا في هذا الاتجاه وهذا الاتجاه كانوا يقلدون المستبد ويرسمون سياساته، ولم يطرقوا السياسة الحقيقية التي يجب أن تكون من أجل الوطن كبناء سليم يجمع الجميع، يستطيع أن يتحاور مع الكل، يفاوض أكثر مما يقاتل. هذه مسائل تحتاج منا إلى الاستفادة من التجربة خلال السنوات الثلاث الماضية. وهل تعتقد، هل تعتقد أنه ستكون ثمة استفادة من هذه التجربة؟ يعني لا مؤشرات، لا مؤشرات حتى الآن، لنكن واقعيين سيد رياض، لا مؤشرات حتى الآن من أن المعارضة السورية استفادت فعلا من التجربة التي مرت على رأس الشعب السوري منذ أكثر من 4 سنوات. نحن خسرنا الكثير عندما صمتنا على أخطاء، وعندما وافقنا على الاشتراك مع عناصر لها أهداف إيديولوجية كما صرح بعض السياسيين المخضرمين بكل أسف، وقبلوا التعامل مع القوى العسكرية المؤدلجة إسلاميا، وأنا أقول مؤدلجة لأني أريد أن أقول أن هناك سياسة وراء هذا السلاح الذي قاتل باسم الإسلام، والإسلام فيه روح السياسة
ولكن الأدلجة المتزمتة والمتعصبة يمكنها أن تقود إلى ما وصلنا إليه، وكان علينا منذ البداية أن ننتبه. أنا أذكر في بدايات الثورة في بيت ميشيل كيلو تحدثت عن تجربة صيدنايا معه وعن تجربة الإسلاميين وعن ردود أفعالهم وكيف يفكرون، وكان من ضمن حساباته ما سمع مني. ومع ذلك في أول لقاء مع جبهة النصرة بعد مشكلة رأس العين وبعد القبلات التي جرت هناك صرح تصريحات ليست مناسبة من رجل مخضرم مثل ميشيل كيلو. أنا أقول أنا ابن التجربة الإسلامية، لا يمكن أن يكون هناك سلاح إسلامي من أجل الإسلام ولا من أجل الوطن، سيكون من أجل أجندات خاصة وغالبا هي أجندات مصلحية تخدم أهداف أصحابها الذين يحملون السلاح وليس لها علاقة بالدين ولا علاقة لها بالإسلام. ولكن ألا تتوقع لميشيل كيلو أن يكون له الحق خصوصا بعد ظهور تنظيم الدولة واستبداده بالبشر وقتله للناس؟ ألا تعتقد بأن الناس كلها وليس فقط ميشيل كيلو أصبح لديها تخوف من أي مشروع إسلامي يطرح في المنطقة؟ بالضبط، هذا ما نبهنا منه منذ البداية. أنا في مؤتمر روما قلت احذروا من طالبان سوريا، كنت أفكر بطالبان أفغانستان وأنهم قادمون إلينا، وكان معنا ميشيل كيلو وكان معنا السيد فايز سارة وكان معنا سمير عيطة وكان معنا الأخ زكريا، لم يكن معنا. نعم سيد رياض، سيد رياض، على كل حال رداءة الاتصالات في سوريا لا تقل رداءة اتصالاتها عن مصر أيضا. رياض درار المعارض السوري والباحث في الدراسات الإسلامية، أشكرك جزيل الشكر ولو أنه انقطع الخط، كنت معنا ضيف شرف على مع الناس.